قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رأس وفد كبير من قيادات الأوقاف بزيارة الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد. وتناول اللقاء التأكيد على مفهوم سماحة الأديان والعمل المشترك لترسيخ دعائم حماية دور العبادة وحرية المعتقدات والعمل الوطني المشترك، فضلا عن ضرورة العمل البناء وبث روح التفاؤل والأمل في غد مشرق بإذن الله.